هلا حطيتيها بالفرن الصينيه بس تسيح الجبنه بس يعني على ما نعمل الحلو خليتي من فوق الشقله مش هيك؟ اه على ما نعمل الحلو. الحلو بتاعنا سريع جدا سريع سريع، احنا دايما بنقي وصفات سريعه يوم الخميس. نبتدي نعمله حل الجوز. نعرف المقادير معلش نشوفها مع بعض على الشاشه. محتاجين لواحد بسكوت دايجستيف مطحون و100 جرام زبده، ربع كيلو جوز، وواحد حليب مكثف محلى، وواحد ملعقه قرفه. مره ثانيه، واحد بسكويت دايجستيف مطحون، 100 جرام زبده، ربع كيلو جوز، حليب مكثف محلى علبه واحده، وملعقه قرفه. هلا حل الجوز بيختلف عن حل التمر ولا نفس الطريقه؟ ولا عملناها هذيك المره حل لا التمر؟ لا بيختلف. لا الثاني في زبادي وفي لا الثاني حاجه ثانيه خالص. لا بس هي نفس ال دايجستيف استخدمت نفس القاعدة. اوكي هناخد الزبدة يعني تقريبا احنا هنا عاملين اقل من عيار فاحنا تقريبا عاملين يعني 3 ارباع عيار. اوكي فبس هنفركه كويس مع بعضه البسكوت والزبدة. طبعا البسكوت لو ما فيش المكنة بيتحط في كيس، حطيه في كيس البسكوت زي ما هو. كسري الاول خشن وبعدين هبتدي بالنشابه دي المرق وكسريه بيها او بايد الهون او بالشاكوش بتاع اللحمه. بالميكسر ما بتظبط؟ ما هو اللي قصدي اللي ما عندوش يعني اللي ما عنده او اللي ما بايظه ممكن تظبط بالميكسر. هي بتتعمل بالميكسر بس انا قصدي اللي بايظه مثلا عشان اللي عندي بايظه بقول البدائل بقول انا عملت ايه فعلا. فكره حلوه. طيب هلا بعد ما تعجنيها بالزبده اكيد بدك ترقيها. بدك تفرديها كثير سريع وطعمه حلو. اللي بيحب المكسرات هينبسط عليه كثير. انا بصراحه بحب كل شيء له علاقه بالدايجستيف والبسكويت بطريقه هيك. والله كثير بيطلع طيب سريع قوي وحلو. بس هاي لازم تنحط بالفريزر ولا لا؟ لا عشان تجمد شوي. لا لا لانها هندخلها ممكن بالثلاجه. هندخلها الفرن. لو ما كناش هندخلها الفرن لازم نحطها في الفريزر. اوكي خلاص بس لازم نضغطها علشان خاطر ما تفتفتش. اوكي كده. وبعدين هنجيب ال طبعا جوز من اهم المكسرات يعني المفيده للجسم للذاكره يعني بتعطي قوه للذاكره الجوز. مظبوط. فاكيد بننصح الكل اللي بيحب المكسرات يتوجه للجوز عشان تقوينا الذاكرة. حتى سبحان الله بيقولوا يعني هو مفيد للمخ وشكله بالفعل زي المخ. طيب يعني اللي عايز يحطه زي ما هو كده يحطه، اللي عايز شوية يكسره يكسره. يعني كل واحد حسب هو في الآخر هيمسك في بعضه كله يعني. هنحط معاه معلقة صغيرة بس مليانة يعني قرفة. هو دايما الجوز بيجي مع القرفة. سكر ما حتحطي شيء؟ لا لانه حيكون في كريمه بعدين مش هيك؟ مش كريمه حليب مكثف. خلاص هنحط الجوز فوق البسكويت. احنا مخلصين كله خالص عندنا بس بنوري المشاهدين ازاي بيتعمل. وهنحط الحليب المكثف فوق الجوز وهندخلها الفرن تلت ساعة بالظبط على 180. ليه؟ علشان الحليب المكثف ده هيتقلب شوية توفي فهيمسك في يعني هيبقى طعمه طبعا طعمه كتير أحلى وهيمسك عين الجمل ده كله في بعض. هاي الأفكار وين بتجيبيها؟ يعني انت عمالك بتفتكري هاي الاكله ولا كيف؟ بصي يعني في حاجات كتير انا ببقى مألفاها ومركباها، وصفه حلوه هناك على وصفة حلوة هنا بلبقهم لبعض كتير. وفي كتير وصفات من الناس اللي حواليا بتسمع كتير دايما شو الناس بتعمل. بسمع كتير وبكتبهم على طول لاني بنسى. خلاص خلاص وكده وتتحط في الفرن بس تلت ساعة. بعد ما تنحط بالفرن تلت ساعة؟ بعد ما تتحط في الفرن تلت ساعة هنطلعها من الفرن. بتقوم صارت بهالشكل. هلا هنشوف.
دايما الحاجات اللي بيبقى فيها توفي شوية بتمسك في جناب الصواني، فدايما خلوا بالكم تبعدوها كويس عن الصينية وانتوا بتفتحوها. ما هنحط، ما هتحطي شيء فوقيها؟ بصي اللي عايز يعني، انا مرات بحط معاها عارفه ايه، ايس كريم. بحط معاها ساعات ايس كريم فانيلا او مستكة. بتبقى لذيذه بس بما ان النهارده برد شويه وانا حاسه بالبرد، فمجاش مجاش على بالي اجيب خالص الايس كريم. بس غير الايس كريم شو ممكن نحط؟ ولا حاجه، هي فيها يعني دسمه كفايه وفيها كل حاجه. مش محتاجه خالص حاجه زياده يعني. بس شكلها مشهي. هي يعني كتير لذيذه ويعني مش محتاجه يتضاف لها حاجه تانية، بس بقول لك ساعات بنحط لها ايس كريم بتبقى حلوه. هلا بتكون شوت صينيه المأكولات. هي مستويه طبعا اللي في الفرن دي، احنا بس عايزين نسيح الجبن. بالفعل شكلها مشهي وريحتها طيبة. طب هلا الفطر لما حطيتيه ما كان مستوي او ما كان، بصي هو متقطع رفيع. فانا بحبه شويه بيقرش، بس لو حد تاني ما بيحبش القرشه بتاعت المشروب ده يحطه بس قبل ما يطفي النار بخمس دقائق بس. حلو، يعطيكي الف عافيه. يعافيكي. قبل ما ننهي في معنا برضو اتصال، معنا اسامه. اسامه من اربد، يا هلا. الو، مساء الانوار، يعطيك العافيه. مساء الانوار، يا هلا فيك. اول شيء يعني انا رنيت بوقت متاخر شوي، بس بدي حبيت امسي عليكي وامسي على غاده، احكي لك الله يعطيك العافيه. يعني والاكل مبينه عبر قناه رؤيا، يعني اكلات رائعه جدا. انا بدي العالم كله يتفرج على اكلات الرائعه. الله يخليك يا اسامه، يا رب. شكرا. الله يسعدك، وخلينا نشارك بالمسابقة. خلاص يعني ضربة حظ زي ما بيحكوها. إن شاء الله. 1 2 3 8 9. شكرا يا أسامة، إن شاء الله تكون من الفايزين. أهلين، يا هلا فيك. إذا أسامة كان آخر مشترك، ولا في معانا كمان؟ في معانا زهور، يا هلا زهور. كيفك؟ شو أخبارك؟ يا هلا فيكي، الحمد لله. إن شاء الله منيحة. الحمد لله، نشكر الله. كيفك أنت؟ الحمد لله والله، مشتاقة. كيفك؟ شفني ضائع، شف غادة. إزيك، أخبارك إيه يا زهور؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله، يسلم إيديكي على الأكلات الطيبة، كثير زاكي مبين عليها بتشهي. يا ربي يخليكي يا زهور. لو شوفي ريحتها. الله يسلمك. كيف لو شميتي ريحتها يا زهور؟ يا ريت. بتوصل لعنا هي. يلا بالفعل لازم تجربيها، خرجي تجربيها. بقدر أشارك؟ تفضلي يا زهور. تسلمي. 1 2 3 8 9. بتحبي شكل الإقلام؟ شفتيهم الإقلام الهدية؟ هم كثير حلوين. الإقلام والورقة هاي اللي بتتاكل دايما بتقدموا شغلات كثير حلوة. الله يسعدك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. تسلمي حبيبتي. أهلين، هلا. في معنا اتصالات ثانية؟ إذا الهدية زي ما حكيتي غادة، هي عبارة عن ورق بتاكل، وبنحط كمان على الكب كيك، وبنحط على اي حاجه، على اي شيء حلو. ممكن حتى تحطيه على كيكه لو هتقطعيه كبير. ممكن تقطعيه بالمقص الاشكال اللي انت عايزاها. حلو. والاقلام اللي بداخلها، السائل اللي بداخله ممكن كمان بيتاكل. الاقلام دي متعه للولاد الصغيرين وللكبار اللي لسه بيبتدوا يعملوا، انه بترسم مثلا العينين بالاسود وترسم البق بالمناخير، كله بيتاكل. في معنا اتصال ثاني، مين معنا؟ امل، يا هلا امل. الو، مرحبا. مرحب، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. ثانك يو كثير على البرنامج الحلو. الله يسعدك، اهلا وسهلا فيك يا كثير شيف غاده. الله يخليكي. انا دائما بجرب طبخاتك. يا رب يخليكي، شكرا. يسلم ايديكي. تسلمي يا رب، شكرا حبيبتي. حتجربيها الوصفه يا غاده؟ انا كثير حسيت الطبخه سهله، لانه صعب دائما بستصعب اطبخ السمك. لا هنا ما فيش، في مطبخ رؤية هنا ما فيش حاجة صعبة، كل الصعب بيتسهل. هو بالفعل أكلات السمك يعني مش دائما الواحد متنوعة، هي بس مش دائما بيعرف الواحد كيف يعملها. بس مع غادة أكيد رح تعرفي كيف تنعمل. فجربيها، جربيها يا أمل. بحابة تشاركي معنا بالمسابقة؟ أكيد. تفضلي، قديش الرقم؟ 1 2 3 8 9. أوكي يا أمل، إن شاء الله تفوزي معنا.
في برضو معانا آمال من السلط. يعطيك العافية ست رندا. يا أهلا وسهلا. شكرا شكرا للست غادة على جهودها الطيبة. يا ربي يخليكي. شكرا ربنا يخليك. يلا يسعدك. وأنا بدي أشارك بالمسابقة. يلا تفضلي. وإذا حالفني الحظ أنا بهديها بحولها للأخت إسراء أم عبد الله من عمان. شو واحد اثنين. ممتاز. واحد اثنين. ثلاثة ثمانية تسعة. اوكي ماشي يا مال. اهلا هلا. يا اهلا وسهلا كده اسراء مشاركه بصوتين. والله يا عيني هم صاروا يعني صحبات يمكن على التليفون. ما اعرف ايش هيك مش عارف. اذا نشكر كل اللي شاركوا معنا مشاهدينا في هاي الفقره. المطبخ هنا بتاعنا بقى منتدى. يعني كثير تعرفوا على بعض من جوه اصدقاء من جوه المطبخ. يا اهلا وسهلا فيهم جميعا ومنرحب بكل اكيد اللي بحب ينضم دائما لهالمنتدى منتدى غاده التلي. اذا رح نعمل المسابقه وهلا صار موعدها ونشوف نجري السحب وان شاء الله. انت مين حابه تفوز؟ انا شايفه اسراء نفسها في الهديه. طيب هنشوف هي وحظها. لا هالمره احذري مين؟ مش اسامه. لا اسامه مش معقول. ما تقولي لي هو نفسه اللي فاز معنا. هو لا والله ثالث مره. مش معقول حظه بس هو مش مهتم يمكن الحاجات. شوفوا هي اسامه. لا لازم نفوزه. لازم نفوزه هذيك المره. بس هذيك المرة أخذنا الجائزة وأعطيناها لحدا ثاني صح ولا لا؟ فلا من حظه أسامة بنقول له مبروك جائزتك يا أسامة. أسامة بقى عنده طقم كامل. عنده صينية. محظوظ هذا الشيء. عنده صينية. ما شاء الله عنه. صينية كيك ودلوقتي الأدوات اللي حيزيد بيها الصينية. بس هو في له جائزة بتقول لي ليلى لسه ما استلمها. ما هي الصينية. لا من أكيد يا أسامة لازم تيجي تستلم جائزتك وفرصة نشوفك. ما بيحوش الجوائز بتاعته يجي ياخذهم آخر السنة مجموعة. محظوظ أسامة. يلا إن شاء الله دايما محظوظ. أكيد. إذا منذكر مرة ثانية بالتردد الجديد لقناة رؤيا. أكيد مشاهدينا الرقم الجديد هو 1-2-3-8-9 فيرتيكال. فأكيد من يوم السبت رح يتغير هذا التردد فيصير هذا الرقم الجديد. فياريت إنكم تحولوا على السريع التردد بس طبعا يوم السبت. بالتأكيد بحب أذكر بضرورة التصويت لمسابقة البحر الميت اللي حتدخل ضمن عجائب الدنيا السبع. فبإمكانكم التصويت على www.n7w.com أو إرسال كلمة البحر الميت باللغة العربية أو بالإنجليزية على رقم 94089. وبالطبع مشاهدينا إحنا بانتظار مشاركاتكم دائما في برنامج دنيا يا دنيا. حنكون معكم يوم السبت القادم إن شاء الله في نفس الموعد 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهر. وما تنسوا برنامج دنيا الصحافة اللي بيبتدي معكم على الساعة 7:30. بالتأكيد مواقعنا الإلكترونية موجودة منها اليوتيوب منها الفيسبوك ومنها أيضا موقعنا الإلكتروني www. نشوفه مع بعض ليلى. أوكي إذا نشوف مع بعض مشاهدينا. أكيد حلقاتنا مستمرة معكم على طول إن شاء الله. فنشوفكم يوم السبت القادم. إلى اللقاء.